موجة رمضان. مرحبا بكم، أهلا وسهلا من جديد مستمعينا وين ما كنتوا تتابعوا فينا. نرجع على سلالة جنوب إفريقيا اللي تم تسجيلها في تونس، سلالة حالة صارت في نابل وحالة أخرى البارح تم الإعلان عليها في قفصة. دونك الحالة هذه متاع السلالة الجديدة اللي تعتبر من السلالات الجدد اللي قاعدة منتشرين في عدد من دول العالم، وتعتبر زادة من السلالات اللي تخوف شوية لأنه سرعة الانتشار متاحة والخطورة متاحة زادة. خلينا نتقلقوا شوية وقت اللي نسمعوا سلالة جديدة تدخل إلى تونس. سلالة جنوب أفريقيا في قفصة، منين جات؟ هل تم الإحاطة بالحالة هذه؟ ثم مخالطين لها؟ وضعيتها الصحية للحالة هذه نزيد نكتشفها أكثر مع الدكتور سالم الناصري المدير الجهوي للصحة في قفصة. مرحبا بك سي سالم. مرحبا ومرحبا بكل مستمعي راديو ميد. شكرا لك، يعطيك الصحة سي سالم. دونك خلينا نفهموا الوضعية هذه ساعة مبدئيا، الحالة منين جات وشنية الظروف اللي جات فيها، وهل صارت مخالطين، وشنو التدخل متاع الإدارة الجهوية للإحاطة واكتشاف المخالطين؟ هو فعلا هو طبعا احنا في متابعة يومية لكل حالات الإيجابية على مستوى الجهة الصحة بقفصة، وخاصة اللي هي واللي احنا ناخذها بعين الاعتبار هي كل بؤرة تظهرنا جديدة إلا ويكون الإحاطة بها والتقصي يكون سريع لمزيد معناها الكشف على الحالات هذه، خاصة التحوير الجيني هذا الباقي صاير ليميتاسيون جينيتيك. طبعا احنا كنا في متابعة يومية، اكتشفنا الشيء هذا في بؤرة معينة، اخذنا عينات ورفعناها من التقطيع الجيني اللي أظهرت أنه ثم سلالة الجنوب أفريقي هذه فعلا. ما كفيناش احنا في الوقت اللي بقينا نترقبه في التقطيع الجيني، تم الإحاطة بكل المخالطين به والتقصي لكل المخالطين ورفع العينات، ومعناها مزيد التقطيع الجيني لكل حالات اللي كانت ظهرت إيجابية. الحالة هذه هي موظف تابع سامي طبعا، كان موظف شنو؟ هو موظف، هو موظف تابع الموظف، موظف تابع معناها معناها سلك التعليم الكل العالي. تبقى احنا الاشكاليه الطرح قدامنا هي من جهه العدوى هذه. دونك احنا كانت اللي حاطه بكل المخالطين به، هو كان ثم فارقه هم يمارسوا التعليم تاعهم في قصه، دونك هذاك علاش كان الاتجاه لأنه ناخذوا عينات الأفارقة هذوما ونشوفوا التقطيع الجيني نتاعهم. احنا في انتظار صدور التقطيع الجيني اللي باش يعطينا فكرة طبعا واضحة. السيد هذا عمره ما غادر تونس، عمره ما خرج، عمره مشى. دونك الاتجاه الأكثر والفرضية الأكثر هي يكونوا من الأفارقة هذوما اللي هما يزولوا التعليم تاعهم بقفصة. هما خرجوا من تونس الطلبة هذوما في المدة الأخيرة، هما يوم يخرجوا ويمارسوا ويمشوا حتى قربهم على مستوى الجمهورية التونسية، تعرفوا ما تم علاقات وتيدة ما بيناتهم الكل. دونك هذه مبدئيا منين الطلبة بالضبط؟ منين الطلبة هذوما الفارقة عندكم ما جبت بالضبط خاطر المفرقين والكل. تبقى انا احنا ما زلنا في التقصي الى حد الان. الرؤية ما زالت مش واضحة من جاتنا السلالة هذه. تبقى الفرضية الأكثر والأكثر هي تكون من الطلبة هذوم الجايين من خارج البلاد التونسية. الوضعية ذيك هو حاليا هي حالة معزولة اللي معناها شوفيها تماما. الحالة الأخرين كانوا خلطوه نسبة منهم شوفيه تماما، ثم بعض العينات اللي نفعناها إن شاء الله اليوم غدوة بالشرش ويمشوا للمخبر المرجعي بالباستور لمزيد التقصي الجيني. حاليا وضعية باقية تحت المراقبة اليومية، وتعرف هذه سلالة جديدة وتعتبر خطيرة نظر لك معنا سرعة الشارج نتاعها ديبار، والشارج الفيرال اللي تلقاه المريض تعتبر شارج قوية واللي تنجم تعطي معنا انتشار سريع. هو وضعيته الصحية لباس، هو لباس وشوفيها تمام، شوفيها تمام حاليا، الحمد لله. بالنسبة للأطراف ولا للطلبة هذوما حاليا في الحجر الصحي حتى لين تخرج نتائج متاع التقطيع الجيني وهل أصيبوا بالكورونا وإلا لا؟ هما لا، الحق احنا فيهم، احنا كنا سجلنا 10 طلبة في وقت التقطيع الجيني، في وقت البيساج الأولى 10 كانوا بوزيتيف وهم شوفيه تماما. تبقى احنا باش نزيد نعملوا تقطيع جيني باش نرجعوا تقطيع جيني باش نثبتوا من السلالة اللي كانوا حاملينها وكل.
دونك والوضعية عامة في قفصة لاباس وال لا الحقيقة هو الوضعية كما تشهد كل البلاد التونسية هي في انتشار سريع للفيروس كورونا. تعرف أنت الحفرة البريطانية اللي كانت موجودة تقريبا مشهورة على كل البلاد التونسية بما فيها قفصة اللي خلت معناها الفاق هذه تكون قوية شوية بارابور الأخرى، وخاصة اللي قلقوا عدد الوفيات والإقامات في المستشفى واللي ناس سبت انعاش. هذه نخلق مشكلة على مستوى الصراحة حاليا إن شاء الله، وأن بعض المعتمديات اللي فيها تقريبا 100% نسبة انتلال السرة على مستوى نسبة 20 بوزين اللي هو يعتبر المركز الأقل على مستوى الجهة، نسبة انتلال العاش في حدود 75% ونسبة انتلال السرة فوق 50% تاع الأكسجين. معناها كيفاش نجم نقيم الوضع عامة؟ مازال متحكم به ولا يتراجع شوية الإصابات والوفيات؟ هو نسبة الإصابات ونسبة الإصابات جملة كنا في حدود 50% كنا حتى 60% من نسبة إيجابيات التحليل، حاليا في حدود 30-35%. أما هذا ما يعتبرش مؤشر كبير خاطر احنا ما نجمو كان نشوفو كان الكورونا بالكدا. نسبة الإقامات باقي هبيدة على مستوى الوفيات تقريبا سجلوا في 3-4 وفيات يوميا. الوضع تعتبر حرجة وخطيرة جدا كما تشهدها كل الولايات التونسية. عندنا تقريبا 7 معتمديات يعتبروا تجاوزوا 100 حالة كل 100,000 ساكن، وتعتبر معناها نسبة مرتفعة جدا وذات انتشار سريع للفيروس. إن شاء الله احنا هذا هو الوضعية الحالية اللي نتابعوا فيها، وربي يخلي الخير وإن شاء الله العباد ما تلتزم بالحجر الصحي بالإجراءات تم الإعلان عنها جملة. إن شاء الله ربي يستر وربي يحمي الجميع. شكرا ليك سي سالم الناصر المدير الجهوي للصحة بقفصة على كل هذه التوضيحات والمعطيات. مشيو كالعادة ترتيحة مع الموسيقى ونلقاو زادة كيف كيف قبلها موجز أخبار الحداش مع نزيها، نرجع في ساعتنا الثانية من موجة رمضان ما تبعدوش.